شهر رمضان هو شهر الصيام والمغفرة والصلاة والعبادة، هو أيضا واحد الشهر اللي كتركز الرؤية كتير على الماكلة أو التغذية. التغذية في رمضان خصها تكون متوزعة على الأوقات ديال الوقيتة ديال الفطار، ما تكونش مكتفة وخصوصا تكون متوازنة، لأننا أولا ما كناكلوش في النهار كناكلو في الليل، يعني كاين واحد مجموعة ديال الهرمونات اللي غادي تلعب ضدنا. فاحنا الا بغينا يكون عندنا واحد الشهر اللي هيدوز عندنا بصحه وبالسلامه ديالنا الغذائيه، خاصنا ضروري اننا نلعبوا على النوعيه ديال الاكل ديالنا وحتى على الاوقات اللي كناكلوا فيها. مائده الافطار كيف جميع المغاربه هي واحد المائده اللي كتكون ملونه مشكله منوعه. اهم حاجه خاصها تكون عندنا في مائده الافطار هي واحد المصدر ديال الفواكه والخضار اللي هي جد اساسيه، واللي للاسف بزاف المغاربه كيوضعوها جانبا في الشهر الفضيل. اقل حاجه خاصها تكون عندنا هي المعجنات، بحيث ان المعجنات بحال المسمن البغرير الملوي ما كنقولوش اننا ما ناكلوهمش، ولكن ناكلو منهم واحد الكميه اللي هي قليله، لانهم كيحتويو على سكريات كثيره وهيدروكربوهات. هاد السكريات هادي غادي تطلع على المستوى ديال الانسولين في الدم، وغادي يبدا يهبط لينا السكر بواحد السرعه اللي هي كبيره، فالنتيجه غادي يجينا الجوع بزاف. باش نجيبو هاد المفعول هذا، فمن الاحسن اننا نبداو الصيام ديالنا بواحد الفاكهه، ناخذ واحد السلطه اللي تكون فيها الالياف، يكون فيها خضار مشكله، وما خصش اننا ندير واحد مصدر ديال البروتينات كيف ما بيضه مسلوقه، شويه ديال الدجاج، كبيته، على حسب المستطاع والموجود. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.